بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة. أعرب سموه فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه سمو أمير دولة قطر في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم الثاني رحمه الله، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه والعائلة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تعزية مماثلتين إلى أخي سمو الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب أمير دولة قطر، وأخي معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.